لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين. امبارح الراجل المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا قال تصريح قلب بيه الدنيا، قلب بيه الدنيا على حبيب قلبي بيرسي دام او ميسي دام. اول ما نزل مصر كسرت، قلنا خلاص ده الراجل اللي هيكيفنا كوره وراجل موهوب ومهاري وحكايه وروايه، عماله تجيله اصابات ودمه بقى تقيل وبقى بيكشر اسوأ من تكشير الطاير محمد طاهر واحمد عيد عبد الملك. يعني الدنيا بتمطر، مش عارف ليه، مش عارف ليه. الفيس بتاعه محمد عباس ربنا يديله الصحه والعافيه نجم النادي الاهلي الصغير. امبارح هوجو بروس مدرب جنوب افريقيا قال تصريح صادم وعمل قلق عند كل الناس. قال ايه؟ قال سيكون من الجيد للاعب بيرسي تاو التدريب لمده 6 شهور بدون لعب، يتمرن 6 شهور بدون لعب. صحته الجسدية الأساسية ليست جيدة، صحته الأساسية ليست جيدة. التصريح ده كل وسائل الإعلام وقفت عنده بالتأمل، يعني ايه؟ ولا قمت لما التصريح ده اتقال على طول قمت رايح مفتكر تصريح الكابتن شوبير لما قال لك بلغة الكورة ده نفسه مقطوع. طيب في المباراة الأخيرة بتاع المريخ الراجل عامل جون جيبه مش الشوطين خرج وقال لك خد كدمة في الركبة. فسبحان الله سبحان الله، يعني الناس قلقانة قلقانة على موضوع بيرسي تاو. وأنا أشعر إن بيرسي تاو عنده أزمة مع المدير الفني لمنتخب بلاده. ليه؟ لأن فاكرين لما قالوا ده عنده شد في العضلة الأمامية وطلع كابتن شوبير قال لك السونار قال ان مفيش وهو بيقول انا بيشعر بالام، كان وقتها تم طلبه للمشاركه مع منتخب جنوب افريقيا في مباراتين مهمين جدا، منتخب غينيا ومنتخب فرنسا. فهو قال لهم لا ده انا عندي شد، عملوا سونار قال له شعر بالام. المهم تاني يوم لعب وكسر الدنيا وقالوا ده صحته زي الفل، فقلنا يبقى بيعمل ده مش عاوز يروح للمنتخب. ثم جه في مباراه المريخ لعب وسجل وبين الشوطين قال لهم اي ده انا ركبتي بتوجعني، او هكذا قال الجهاز الطبي. النهارده لما هوجو بروس قال التصريح الخطير ده سيكون من الجيد للاعب بيرسي تاو التدريب 6 شهور دون اللعب وذلك حفاظا على صحته الاساسيه، ان صحته الجسديه الاساسيه ليست جيده، ده عمل قلق. طيب لما عمل قلق بنعمل ايه احنا؟ بنسال الجهاز الطبي في النادي الاهلي، هو الراجل ده فيه حاجه؟ هو الراجل ده عنده فيروس؟ هو الراجل ده مثلا عنده تعب معين غير الامور الكرويه؟ تعب مثلا في القلب، تعب في الكبد، تعب في اللوز، تعب في البنكرياس، اي حاجه عنده يعني، عنده اي امراض مزمنه بعيدا عن كره القدم، عن اصابات كره القدم. الناس في النادي الاهلي تنفي تماما 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 تعرض بيرسي تاو الى اي اصابه مزمنه مرضيه او الى اي اصابات، وقالوا عليه صحته زي الفل، واد جميل، واد حلو جدا، والناس بس اللي مش سايباه في حاله. طول الناس مش سايباه في حاله ايه؟ الناس نفسها في بيرسي تاو بالمستوى اللي بدا بيه، بالمهاره والحكايه والروايه والرقصه والضحكه وهكذا. الواد حياته اتقلبت غم، زي ما ابوه كان متجوز وسعيد وفرحان وبعدين اتطلق وبقى مكشر ومبوز، ايه حكايه؟ فما تعرفش. لكن تحس كده من الاوائل العامه ان هناك عدم توافق بين بيرسي تاو وهوجو بروس مدرب جنوب افريقيا. ليه؟ جهاز الطب قال لك يا انكل وعلى مسؤوليتنا، قلت لهم اتفضل، قالوا بيرسي تاو في مباراه الهلال، بيرسي تاو في مباراه الهلال السوداني يوم 3 ابريل باذن الله تعالى بعد المشوار الطويل بقى يوم الجمعه الجايه مع السنغال ويوم الاربعاء هناك في السنغال، وبعدها بقى يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ويفرحنا ان شاء الله بالتاهل. فبيرسي تاو لغز كبير، الكلام اللي قاله هوجو بروس ده يعني صعب ان حد يصدقه، صعب ان حد يتخيله، انه يقول لك ما يلعبش كوره 6 شهور ده صحته تعبانه. طب انا اجي برضه للحاج بتاع كوره كابتن مصر من النادي الاهلي شوبير قال لك نفسه مقطوع، هل في حاجه؟ الله اعلم. هل في حاجه مرضيه عند اللاعب بعيدا عن الاصابات العضليه والحكايه والروايه اللي لها علاقه بكره القدم؟ الله اعلم. هنشوف ده في المرحله القادمه، لكن بيرسي تاو من المواهب التي يعشقها جمهور النادي الاهلي العظيم وعشقها انا على المستوى الشخصي، لكن اداؤه في الاونه الاخيره ليس بالمستوى